تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال التعاملات المبكرة اليوم، لكن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طرح صناديق الإيثيريوم المتداولة في البورصة وبدء التداول بها رفع سعر العملة المشفرة، بينما انخفضت عملتي بيتكوين وريبل. لكن هذا الحدث المرتقب من قبل المستثمرين لم يساهم في تحسين أداء سوق العملات المشفرة الذي يعاني التقلب في الآونة الأخيرة على خلفية آفاق التيسير النقدي والتوترات السياسية حول العالم.